دلوقتي انا خلاص اتشخصت ان انا عندي المشكله من اول، لبست الحزام وبرضو لسه عندي شويه انعواج، ويا ترى الاعوجاج دوت يا ترى ممكن فيما بعد يزيد زي ما حضرتك قلت؟ هو بيزيد مع الاهمال. طب ايه الحل؟ يا ترى بقى اخش على عمليه جراحيه ويا ترى هو ده العلاج الامثل؟ بالظبط. ويا ترى برضو العمليه بتبقى خلاص تبقى ناجحه 100%؟ مش هيحصل ده مع ان برضو هو سلوك الشخص هو هو. بالظبط. طيب اعوجاج العمود الفقري احنا قلنا ان احنا قسمناه درجات، وقلنا ان احنا وانس ان احنا عدينا 40 درجه خلاص احنا بندي نصيحه للمرضى ان اللي انت محتاجه دلوقتي هو تدخل جراحي، هي خلاص هو ده الحل بالنسبه لك. طيب العمليه، خلينا نقول ان انا دلوقتي لو انا خلاص بقيت كانديديت ان انا اعمل عمليه، هل في احتمال بعد ما اعمل العمليه ان انا ارجع تاني؟ ارجع تاني؟ الحقيقه ان الجزء اللي اتعمل فيه العمليه اتعمل له فيوجن، يعني خلاص الفقرات دي حصل لها دمج، الفقرات دي اتلحمت مع بعض، فمش ممكن ان الفقرات دي يحصل فيها ان الكيرف يزيد تاني، بس ممكن احنا ما لحمناش الظهر كله، في فقرات تانيه موجوده تحتها وفوقها ممكن معرضه ان يحصل حاجه اسمها ادينج اون. ادينج اون يعني ايه؟ يعني يبدا يحصل زياده في الكيرف تحت مكان العمليه او فوق مكان العمليه، والحقيقه ان دي حاجه موجوده وموجوده على مستوى العالم وممكن تحصل، وممكن ما تبقاش لها علاقه بالعمليه اللي اتعملت، وممكن ما يبقاش لها علاقه حتى بعادات المريض، هي انتيتي موجوده ممكن تحصل. والحقيقه ان احنا بنحاول ان احنا نتجنب حاجه زي دي عن طريق حاجه مهمه جدا، نعمل تخطيط كويس للعمليه قبل ما نعملها. ازاي يعني بقى؟ يعني انا كطبيب لازم ابقى عارف ان عمليه اعوجاج العمود الفقري يعني دي ده تخصص، تخصص قائم بحد ذاته، مش معنى ان انا جراح عمود فقري ان انا جراح اعمل عمليه اعوجاج عمود فقري، اعوجاج العمود الفقري ده تخصص قائم بذاته، اوكي؟ فالتخصص القائم بذاته ده بيبقى فيه دراسه، دراسه ان انا مثلا ان انا لما اعمل عمليه انا لازم اعمل عمليه من المستوى ده للمستوى ده، لان انا لو ما خدتش المستوى ده وانا بعمل العمليه المريض ممكن يحصل له ادنج اون او الكيرف ما يتظبطش، لو المريض عنده كتفه اليمين اعلى من كتفه الشمال اعمل ايه، لو كتفه الشمال هو اللي اعلى من اليمين اعمل ايه. الحقيقه ان في ده دراسه في حد ذاتها، وحاجه يعني لو انا جراح مش بشوف حالات اعوجاج كتير مش هقدر ان انا ادي فيها القرار الصح. فاعوجاج العمود الفقري دايما نصيحتي كده، دايما نصيحتي بقول لاي مريض عنده اعوجاج في العمود الفقري لما تاخد راي خده من راي دكتور يبقى بتاع عمود فقري بالزبط. مش اي حاجه تانية، لان زي ما قلت هي تخصص قائم بذاته. فالحقيقه ان بعد ما بنعمل العمليه التشانسز ان المكان اللي كان فيه اعوجاج ده انه يرجع يتعوج تاني ده مش موجوده، مش هتحصل، لكن الاماكن التانية ممكن يحصل فيها اعوجاج وممكن يزيد في المناطق اللي مش معمول فيها اعوجاج. طب ايه الفرق بين السي والاس يا دكتور؟ وليه بيحصل ساعات الشخص اللي بيحصل له سي ممكن وارد جدا انه يحصل له الاس؟ وايه الفرق بينهم وايه الكلام ده؟ دايما الناس بيبقى بالنسبه لي طب انا الكيرف اللي عندي بالزبط سي ولا الاس؟ بالظبط. هو احنا عندنا بنقول ان في كيرفز اساسيه وفي كيرفز ثانويه، يعني في كيرف او اعوجاج اساسي وده اللي هو اول حاجه بتظهر خالص وده اللي هو بيبقى شكل حرف سي، ان انا يبقى عندي كيرف واحد بس. اكيد. الكيرف اللي هو حرف سي ده عباره عن كيرف ممكن يظهر في منطقه الفقرات الصدريه او يظهر تحت في منطقه الفقرات القطنيه، وده عباره عن الكيرف الرئيسي او كيرف واحد. لما الكيرف ده بيبدا يظهر له كيرف تعويضي، الكيرف التعويضي ده في الاول ممكن يبقى كيرف صغير فيبقى مش باين. لو انا اهملت الكيرف الثانوي اللي هو جاي عشان يعوض الكيرف الاساسي بيبدا يزيد ويكبر ويتحول الى كيرف اساسي او استراكشر هو كمان. فيبدا لما انا كان عندي كيرف واحد، لو فرضنا ان انا عندي كيرف موجود في منطقه الفقرات الصدريه وكان على شكل حرف سي وظهر عندي كيرف تعويضي والكيرف التعويضي ده اتحول الى كيرف اساسي نتيجه ان انا ما عالجتوش، يبقى العيان دلوقتي بقى عنده كيرف في منطقه الفقرات الصدريه كبير وكيرف في منطقه الفقرات القطنيه كبير، فالاثنين الكيرفين معوضين بعض والكيرفين كبار، فالتو كيرفز دلوقتي بقوا شكل حرف اس. فانا بدل ما كان عندي كيرف واحد موجود حرف بقى سي عندنا بقى عندي اثنين كيرف حرف اس. والحقيقه ان ده بيتطلب ان انا لما يجي اعمل عمليه ان انا دلوقتي لو انا اضطريت ان انا يبقى الحل بتاعي هو التدخل الجراحي، ان دلوقتي انا هعمل فيوجن او دمج لعدد فقرات اكتر، فدلوقتي عدد الفقرات المتاحه للظهر يتحرك منها بقت اقل، فدفنتلي الناس اللي عندهم كيرف حرف اس لو الكيرف الثانوي كبير بيحتاجوا الى عمليه اكبر طبعا واطول في مستويات الدمج. اكيد بيقعدوا يا دكتور فترات طويله من الوقت في العمليه صح؟ يعني ما دام بقى فقرات كتيره بقى هتتعالج بالظبط. والحقيقه برضو ان استعداداتهم بقى للعمليه يعني كلمنا برضو عن الحقيقه ان ده سؤال برضو يعني الناس دايما يعني انا بحس ان احنا لما بنيجي اتخاذ قرار العمليه
ان احنا لازم نعمل كونسلتيشن كويس قوي مع اهل المريض. يعني انا عاده لما بيبقى قدامي مثلا مريض عنده اوجاج عمود فقري وبنقعد نتكلم، لا احنا بنقعد نتكلم مع بعض قبل العمليه وبنقعد نتكلم في كل حاجه ودايما زي ايه بقى يا دكتور، وايه يعني الاسئله كمان اللي بيبقى المريض حابب يعرفها والمريض اللي عايز يعرفها وقت العمليه وقبل العمليه وبعد العمليه، ايه الحاجات الاجراءات اللي بيعملها؟ طيب فهو كمريض نفسه نمره واحد، دايما الاهل عندهم اسئله كتيره جدا. اول سؤال فيها اكتر حاجه كومن، ايه المضاعفات بتاعت العمليه؟ لان دي عمليه برضو خلينا نقول دي فقري. عمليه دي مش عمود فقري كمان، دي عمليه بتتعمل لابني او بنتي اللي عنده 14 او 15 سنه اللي هو صغير. نمره اتنين، عمليه بتتعمل حوالين الحبل الشوكي اللي هو يعني اخطر حاجه، اخطر حاجه، اخطر حاجه. فدايما الناس لما بيسمعوا ان هم محتاجين، ولادهم محتاجين تدخل جراحي، انا بشوف الموقف ده وبشوف ناس بتعيط وناس بيبقى فيه دموع في عينيها ويمكن الاهل بيبقى متاثرين اكتر من المريض، اكتر من المريض. الاولاد دايما او البنات بيبقوا عايزين يعملوا العمليه لان هم عايزين شكلهم يبقى افضل، اهاليهم بيبقوا قلقانين وبيبقوا شايفين اللي ممكن، يعني ايه ده انا ابني مش هيتحرك بعد العمليه، ده هيقعد 6 شهور نايم في السرير. والحقيقه ان دي معتقدات مش صح خالص. نمره واحد، معتقدات مش صح. ديفينتلي. اول حاجه الطب بيتطور عشان يساعدنا في ان احنا نعمل سيرفيس افضل للمرضى، فالمفترض ان اي طبيب يستخدم الحاجات الحديثه في الطب عشان يقدر بيها ان هو يساعد مرضاه بصوره افضل ويزود من السيفتي او الامان بتاع العمليه. فنمره واحد، احنا دلوقتي احنا بنشتغل فعلا حوالين الحبل الشوكي، ما هو مش الفقرات بس اللي معوجه، الحبل الشوكي اللي بيمر جوه القناه العصبيه معوج هو كمان، حصل له تاثير عشان انت حضرتك قلت فيه الفقرات لفت واتنت واتعوجت. طيب احنا لما بنصلح مش ممكن واحنا بنصلح الحبل الشوكي ده يتاثر او يتوقف عن العمل واحنا بنرجع الظهر للوضع الطبيعي بتاعه؟ ده ممكن يحصل، والحقيقه ان نسبه حدوث ده ماهيش حاجه كبيره قوي، بس هي يكفي حاله واحده يحصل فيها كده عشان المريض يحس ان دي حاجه كبيره جدا، صح؟ ما هو المريض اللي حصل له ده دي بالنسبه له حاجه كبيره قوي. فعشان كده بنستخدم دلوقتي حاجه اسمه جهاز مراقبه الاعصاب، والحقيقه ان خلينا نقول ان ده بريك ثرو كبيره جدا، وده بقى مانداتوري، مفيش حاله بتتعمل بدون استخدام جهاز مراقبه الاعصاب. الوضع ده خلينا نقول ان هو في اخر مثلا 5 6 7 سنين، ان ما كانش 10 سنين في مصر، بقى وضع اساسي، بس الوضع ده قائم بره ويعتبر جريمه لو حاله اتعملت من غير جهاز مراقبه الاعصاب. جهاز مراقبه الاعصاب عشان نشرحه بكل بساطه للمرضى، هو عباره عن جهاز، الجهاز ده متوصل بالمخ فوق ومتوصل بالراس، والجهاز ده متوصل بالرجلين وبيدي اشاره. الاشاره دي انا بشرح للمرضى بكل بساطه، الاشاره طول ما هي واصله من المخ عن طريق الذاكره العصبيه للرجل يبقى احنا تمام، يبقى ما صلحناش زياده عن اللزوم. طيب الجهاز ده بيفضل شغال طول فترة العملية، والجهاز ده بيغنينا عن اختبار كان بيتعمل زمان اسمه ويك اب تيست. يعني ايه؟ يعني كان زمان نصحي المرضى خلال العملية، ودي كانت بتحصل، نقلل درجة البنج لحد ما المريض يستعيد وعيه بس بدون ألم، ونقول له حرك رجلك، طول ما هو حرك رجله يبقى الأمور تمام، يبقى احنا ما صلحناش زيادة عن اللزوم. فالحقيقه ان الجهاز ده بريك ثرو كبيره جدا، لان دلوقتي المريض طبعاً احنا بنبقى مطمنين تماما ان الاعصاب وكل حاجه شغاله تمام، وده قلل نسب المضاعفات ان يحصل اصابه للحبل الشوكي الى من نص ل 1%، ودي نسبه قليله جدا لما نقول نص ل 1% على مستوى العالم.